مساء الخير او صباح الخير حسب ما بتشوف الحلقه. كل سنه طيبين بالنسبه رمضان. والنهارده اول حلقه من حلقات ساركازم في الفيلم. معلش يا رامي الواي فاي بتاع الحلقه دي عن رمضان. اول حاجه هنتكلم فيها عن رمضان مسلسلات رمضان. مسلسلات رمضان ما كانش فيه واي فاي زمان، فما فيش يوتيوب. يعني الحلقه اللي مش هتشوفها يا اما هتلجا بقى الصغير او الحاجه وتحكي لك الحلقه بايقاعها، فانت بالتالي يا تسمع الحلقه منها يا الحلقه دي راحت منك. لكن دلوقتي طبعا في يوتيوب فده شيء عادي جدا. المسلسل دلوقتي بسم الله ما شاء الله بيتكلم وبيتعاد وقنوات بتشتريه. يقول لك ان المسلسلات داخله عنها في مليار وشويه. لا لا محمد رمضان مش شغال. محمد رمضان لو شغال ممكن اقول لك كده، يعني طبعا مفيش محمد رمضان. مسلسلات زمان بقى كانت تختلف ان احنا كلنا بنتفرج على مسلسلات القناه الاولى وبعد كده فوازير اللي بتتبعت على صوت بيت 33 مش عارف فين دي، بعد كده بندخل على الف ليله وليله اللي غالبا كانت بتبقى مرعبه وغالبا كان بيستخدمها اهالينا في ان هم يخوفونا. الاشكيف مرعب جدا بالنسبه لي. اول حاجه خفت منها ايه؟ فلافيل وزوزو نبيل. زوزو نبيل كانت الخلق طيطه اللي بتطلع من الحيطه. في الاعلانات بتاعت زمان دي كانت اول مره نحس بضغينه ناحيه ناس. رايح وين مش تروح كحياه في حقد غير طبيعي اتجاه الاعلانات. خضره ومدينه جميله وبتاع والناس عايشه في حته، فكان بالنسبه لهم اعلان مستفز. نيجي نبص لنوع الكاميرا الخفيه. نوع الكاميرا الخفيه زمان كانت مختلفه. فؤاد المهندس كانت اقصى حاجه قلبه يجيبه يعمل فقره انه جاي مجموعه شباب وبيعملوا اعلان بارفان شامينه اجمل بارفان في الدنيا. كانت من ضمنهم الاستاذه صحى الرامي كانت اياميها موديل لسه. احلى بارفان في الدنيا. كات ايه القرف اللي انتوا كنتوا بتقولوه ده؟ منظر زكية زكريا المقرف ده اقصى حاجه يقهر بها المتفرج او يقهر بها الحد، ان هو بيقلع مناخيره والباروكه ده اقصى حاجه يعملها. طب انا اسالكم سؤال، مين هيتفرج على رامز جلال؟ كل الناس تيجي تقول لك انا مش هتفرج على رامز جلال وايه السخافه دي وايه مش عارف ايه. وكل الناس بتستناه واعلى مشاهده وبيقعدوا يضحكوا ويتقابلوا مع بعض على القهوه بالليل. ما افور لا متفقين معاهم لا مش عارف هتتفرج عليه ليه؟ عشان بتضحك. يبقى هو كده ناجح صح يا استاذ؟ لا هو اقتنع. محمد رسول الله بيجي الساعه 3 الفجر والناس نايمه، بس بيجي في 16 جزء اتعمل محمد رسول الله. هي الدعوه كلها كانت كام سنه؟ 16 جزء ما شفناش منهم غير فتح مكه. وكل ادوار الكبار استاذ احمد ماهر وكل ادوار المسلمين استاذ كمال ابو ريا، ودايما بيتقابلوا ويصالحوا بعض في المسلسل. اللهم اني صائم. يعني لو جيت قلت له طب ليه الناس عامله تقول يقول لك اللهم اني صائم. طب ده بيتعرض الصبح يقول لك اللهم اني صائم. لهم لكن لو عرضوا بالليل عادي. الزينه بتاعت زمان دي كانت بتتعمل بايه؟ تيجي الناس تروح تقول لك هات ربع جنيه عشان نعمل زينه رمضان. هم نفس العيال اللي بيلموا منك الربع جنيه كل سنه وفي الاخر ما بيعملوش الزينه، عيال ثانيه اللي بتيجي تعملها. بس هم بيلموهم كل سنه بتدفع لهم عادي جدا. والعيال الثانيه اللي بتعمل الزينه. دلوقتي يعني الزينه لو اتعملت في رمضان هتبقى فانوس شكله جميل وبيغني مسمار عبد السلام مثلا مش هتاخد. ويطبطب مش كرتون. يعني انت بتاخد عروسه اللي هي الارنب واخوها اللي هو الاير انا عايز في عندهم ديناصور هو مش انت حضرت جيل بكار انا بكار اتولد سنه كام؟ 2000 ابوه مات سنه كام؟ 73 عملها ازاي؟ لا معلش فضل كام حلقه عنده كام سنه؟ زي ما هو بس لسه في ابتدائي لسه يبقى ده معجزه ده معجزه ما نتكلمش بقى هو معجزه لا هو حتى محمد منير كان بيتساءل في الاغنيه يا ابني انا امتى هكبر هو مستغرب مش عايز مش عايز يا ابني انا امتى هكبر كان رافض كان رافض يعني هو يمكن يكبر الجزء ده لان كمان عندك برضه الكرتون الثاني العظيم اللي بيجي عصام والمصباح يعني تخيلوا في عصام والمصباح ده مصطفى عمر مصطفى كامل طبعا نيلي وشيرين لا يا استاذه دنيا واستاذه لا نيلي كائن النيلي جميل ده وشيرين اللي هي راجعه ب 50 مسرحيه ربنا يبارك لها راجعه ب 50 مسرحيه في فوازير كنت بحبها جدا اللي هي بتاعت مناسبات بتاعت استاذه حلف الفخراني استاذه هاله فؤاد الله يرحمها استاذه صابرين ربنا الحمد لله تعرفش المناسبات؟ وريك كام انت كمان؟ رمضان عاش من شافك وحشني ده بتاع مين ده؟ يحيى الفقراني وصابرين وانا كمان ما اتفرجش عليا للاسف احنا عايزين انتوا كمان تقولوا لنا ايه اللي انتوا كنتوا بتحبوه في رمضان زمان وما
مفتقدينه دلوقتي او شايفينه مفتقد. وبالنسبه للجيل بتاع دلوقتي ايه اللي هو بيحبه في رمضان؟ بيحبه صم المصري. انا بحب المحشي وصدر صدر الدعوه. يا رب بس ما تعملش اجزاء ثانيه غير صدر الدعوه. صح الحلقه الجايه ان شاء الله هنتكلم على حاجات في رمضان مختلفه. شوفكم بكره ان شاء الله.